السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للإطمئنان على صحته. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان الرئيس الأفغاني في ضحايا تفجير كابل الإرهابي. سمو ولي العهد يهنئ رئيس المجلس السيادي والقيادي بقوى الحرية والتغيير بالاتفاق التاريخي في السودان. أهلا بكم. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا أمس بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة سموه إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنيا له دوام الصحة والعافية. وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه. كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وعرب الملك المفدى باسمي واسم شعبي وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومتي وشعب هنغاريا الصديق إطراد التقدم والازدهار. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ببرقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال الملك المفدى: بلغنا نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة مع أفغانستان ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الأفغاني الشقيق باسم شعبي وحكومة المملكة وباسمنا عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجين الله تعالى أن يرحم المتوفين وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة مماثلة لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابل وما نتج عنه من وفيات وإصابات. بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس هنغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بمنفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومتي وشعب هنغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. من جهة ثانية، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع، وعبر سمو ولي العهد خلال اتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية. كما جرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، مشيرا سموه إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وعبر سمو ولي العهد عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.
وأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، وأعرب سمو ولي العهد خلال اتصال عن التقدير للجهود التي بذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كافة الأطراف السودانية، مؤكدا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويحفظ أمن السودان واستقراره. التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمدير عام التعليم بالمنطقة المعين حديثا الدكتور أحمد الزايدي، وهنأ الأمير خالد الفيصل الدكتور الزايدي بمناسبة تعيينه سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استمع سموه إلى نبذة عن خطة التعليم بمنطقة مكة المكرمة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن ناصر ابن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني وعددا من وكلاء ومنسوبي الجامعة، وتسلم سمو أمير منطقة جازان تقريرا عن مشاركة الجامعة في موسم حج هذا العام، مستمعا لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من إنجازات. ونوه أمير جازان بالجهود التي تقدمها الجامعة في شتى المجالات ومساهمتها الدائمة في الشراكات المجتمعية، ومن أهمها الإسهام في نجاح مواسم الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد ابن سلطان ابن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم منسوبي إمارة المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبادلهم سمو أمير المنطقة التهنئة متمنيا للجميع التوفيق الدائم وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير، مشيدا سموه بالنجاح الكبير الذي تحقق في حج هذا العام والجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. أكد صاحب السمو الأمير جلوي ابن عبد العزيز ابن مساعد أمير منطقة نجران أن فريضة الحج مشهد إيماني عظيم يجسد تآلف المسلمين وتسامحهم، جاء ذلك خلال اللقاء سموه أمس رؤساء المحاكم والنيابة العامة والجهات الشرعية ومشايخ العلم بالمنطقة، حيث أعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالصورة المشرفة التي برز بها المواطن السعودي في خدمة ضيوف الرحمن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأشار سموه إلى أهمية دور العلماء والمشايخ في صون ما ينعم به المجتمع السعودي من الوحدة والتآخي والالتفاف تحت ولي الأمر بالسمع والطاعة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز أمير منطقة القصيم منصور الرقيبة والفريق المرافق له في تغطية حج هذا العام بعد حصوله على المركز الأول لجائزة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد للحج بمسار أفضل تغطية عبر برنامج سناب شات، وهنأ سموه الرقيبة مؤكدا فخره واعتزازه بالإنجاز الذي ناله أحد أبناء المنطقة والذي يعد خطوة رائعة قدمها أمير منطقة مكة المكرمة عبر إطلاقه الجائزة، مبينا سموه أن التكريم يعد تشريفا وتكريما لكافة أبناء الوطن. كما التقى سمو أمير منطقة القصيم أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، يرافقه وكيل الأمين للخدمات المهندس عبد اللطيف الخطيب ووكيل الأمين للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز السليم الذين قدموا للسلام على سموه بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم للمرتبة 14. وهنأ سمو الأمير فيصل ابن مشعل الجميع متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهام عملهم، وأكد سموه أهمية مواصلة العمل والتعاون وبذل مزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة. تسلم صاحب السمو الملكي الدكتور حسام ابن سعود ابن عبد العزيز أمير منطقة الباحة تقريرا مفصلا عن الطرق المحورية المهمة بمدينة الباحة وتقريرا مماثلا عن منجزات ومناشط المجلس البلدي بالمنطقة، جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم رئيس المجلس البلدي لأمانة الباحة أحمد آل هادي وأعضاء المجلس البلدي، واستمع أمير المنطقة إلى شرح عن مهام المجلس واستعرض الخطط المستقبلية وأبرز المشاركات المجتمعية، مؤكدا أهمية الدور الكبير للمجالس البلدية في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات البلدية.
التقى صاحب السمو الملكية الأمير فيصل ابن نواف ابن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي ومدير شؤون البيئة بمنطقة الجوف المهندس ماجد الراضي الشراري، واستعرض سموه خلال اللقاء مهام الهيئة بالمنطقة والتجهيزات التي من خلالها تتم متابعة حالة الأرصاد. بعد ذلك دشن الأمير فيصل ابن نواف مؤشر جودة الهواء للمنطقة حيث يتم من خلاله مراقبة جودة الهواء آليا عبر محطات مجهزة بأحدث الأجهزة. دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز ابن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نسخة الدوري الجديدة في حفل تدشين الدوري السعودي، وقد أعلن من خلالها رئيس الهيئة العامة للرياضة استمرار اسم الأمير محمد ابن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين، كما أكد استمرار القنوات الرياضية السعودية في نقل المسابقة مجانيا للمشاهدين وإطلاق منصة وتطبيق لمتابعة الدوري عبر الهواتف الذكية. وخلال الحفل أعلنت هيئة الرياضة عن منصة موحدة لتسهيل حصول الجماهير على التذاكر إلكترونيا، كما أعلنت الهيئة عن تطوير 10 ملاعب تواكب منافسات الدوري. وقد شهد الحفل حضور منسوبي الاتحاد والأندية ورجال الإعلام والصحافة. استراتيجية دعم الأندية أطلقت اليوم ندشن الدوري، فأتوقع أنه هيكون موسم استثنائي لهذه السنة، والحمد لله أنها هيحمل اسم غالي علينا جميعا وهو كأس الأمير محمد بن سلمان، وإن شاء الله أن تكون منافسة على قد الاهتمام والدعم اللي تلقته الأندية، وهذا يعني مأملين فيه بشكل كبير، وإن شاء الله أنه يكون دوري مليء بالإثارة والحماس والمتابعة وأيضا التحدي بين الأندية. ما في شك لما يكون عندك استراتيجية واضحة لمدة 4 سنوات يمدي لرؤساء الأندية أنهم يشتغلون ويبنون فريق قوي للمستقبل، تكون الرؤية فيه واضحة، تكون التوجهات فيه واضحة، تكون فيه ثبات واستقرار لجميع الأندية إن شاء الله، وهذا حيزيد من أداء الدوري ومن مستوى اللاعبين ومستوى الأندية، فإن شاء الله أنه حينعكس هذا بشكل إيجابي على الدوري. وللحديث أكثر مشاهدي الكرام عن حفل تدشين الدوري السعودي للموسم الجديد ينضم معنا عبر الهاتف وكيل الرئيس لشؤون الشباب الدكتور رجلة السلمي. أهلا وسهلا بك دكتور رجلة، ونود بداية أن تحدثنا عن الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة للشباب والرياضة. شكرا جزيلا لكم، تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. من الصعب طبعا الحديث عن دعم أو إحصاء في دقائق أو في عجالة، لكن باختصار ربما لابد أن نقول أنه لا يخفى على أحد ما تحظى به الرياضة والقطاع الرياضي تحديدا من اهتمام ورعاية وكثير من متابعة لكل ما يخص هذا الأمر. الأندية الرياضية كثيرا تتلقى الكثير من الدعم المادي والمالي، هذا الدعم كان آخره ربما أعلن قبل أسابيع من خلال 2.5 مليار ريال للأندية، بالإضافة لكثير من الاهتمام والتحفيز الذي يحظى به كل الرياضيون. هذا الأمر كلنا نلمسه، كلنا نشعر به، كلنا نجده معنا في كل مناسبة من المناسبات، لأنه من الأشياء التي نعتز بها جميعا. الأمر الآخر أن الأندية أيضا اليوم ومن خلال هذا الاهتمام ومن خلال هذا الدعم هناك متابعة لأعمالها وأنظمتها المالية والإدارية وإقرار الحوكمة في داخلها. هذا الأمر كله يدفعنا لأن نقول أنه فعلا لدينا قطاع رياضي يفخر ويعتز بهذه الرعاية وبهذا الاهتمام وبهذه المتابعة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله. نعم دكتور، ما هي تفاصيل نقل مباريات دوري كاس الأمير محمد ابن سلمان للمحترفين؟ أنت تعرف أن واحدة من الأشياء التي تحرص عليها القيادة هي أن يكون الدوري الأقوى والأكثر إثارة ومنافسة متاح أمام الجميع وأمام كل مشاهد سعودي لمتابعته ومتابعة فريقه المفضل. هذا الأمر منذ العام الماضي وهذا العام أيضا أعلن ليلة البارحة من خلال التدشين أن القنوات الرياضية السعودية ستنقل هذا
الدوري وبشكل مجاني إن شاء الله، ولدينا ثقة كبيرة بأنها ستستخدم كل الطاقات الممكنة والتقنيات الحديثة في النقل الحالي بإذن الله بأعلى درجات النقل، ستكون من خلال القنوات الرياضية السعودية، وهذا نعتز به كثيرا، بالإضافة إلى المنصة الرقمية التي ستطلقها الهيئة العامة للرياضة، وستكون متاحة مباشرة عبر الأجهزة الرقمية لكافة المتابعين أو المحبين للرياضة. إذن وكيل الرئيس لشؤون الشباب الدكتور رجال الله السلمي، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ديرتي يا نبض شاعر، يا أحاسيس وشعور، ملهمت فكرة المعنى، لا تذكر عشقته في جبالك من ترابك شيدت ذيك القصور. هنا موطن الحضارات، وهنا الجبال العجيبة والهضاب، أرض الجبال والخيال والأساطير، إنها قصة حضارة وتاريخ. مدن وشواطئ على شاشة السعودية في الأوقات التالية. أهلا بكم مجددا. أصدرت لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة تقريرا بعدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج، وأظهر التقرير أن قرابة 194 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس، فيما غادر عبر المنافذ الجوية والبرية بالمدينة المنورة أكثر من 38 ألف حاج حتى يوم أمس في طريقهم إلى بلدانهم. كما أظهر التقرير أن إجمالي عدد الحجاج المتواجدين بالمدينة المنورة أمس بلغ قرابة 145 ألف حاج، وتباشر الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم ما بعد الحج بمتابعة وإشراف لجنة الحج بالمنطقة، حيث ترتكز الأعمال على تسهيل مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية في إطار جهود العناية التي توليها الحكومة الرشيدة بضيوف الرحمن حتى مغادرتهم إلى بلدانهم. أنهت جوازات منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية إجراءات الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام المغادرين من دولة العراق الشقيقة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج. من جهتهم أعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على ما وجدوه من حفاوة وترحيب، وعلى ما توفر الحكومة من خدمات لضيوف الرحمن. أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن تسليم 10294 أرضا مجانية خلال شهر يوليو الماضي للمواطنين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية من البرنامج، وتعد هذه الدفعة من أكبر الدفعات الشهرية التي تم تسليمها للمستفيدين، إذ يسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية بدءا من التقديم حتى توقيع العقد إلكترونيا. تتصدر المملكة قائمة الدول بتقديم كم هائل من المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين لتصبح نموذجا إنسانيا عالميا يحتذى به حول العالم. نشاهد. دور ريادي عرفت به منذ بواكير تاريخها المجيد بالإسهام الفاعل في مجال العمل الإنساني والإغاثي في عدد من الدول المحتاجة في مختلف أرجاء العالم.
المملكة العربية السعودية تعد من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في العالم، حيث دابت على مد يد العون والمساعدة الإنسانية للدول المتضررة للإسهام في التخفيف من معاناتها. وبحكم مكانة المملكة الإسلامية، فقد كانت خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أقطار العالم في أعلى درجات سلم أولوياتها، حيث قامت بإنشاء المساجد ودور العلم وتزويدها بملايين النسخ من المصحف الشريف. وبلغ حجم المساعدات السعودية منذ عام 1996 وحتى عام 2018 للميلاد أكثر من 86 مليار دولار، استفاد منها قرابة 80 دولة. منذ تأسست المملكة وإلى يومنا هذا لم تتوقف أبدا عن مساندة ودعم الدول الشقيقة والصديقة والإسلامية، وذلك انطلاقا من إيمانها ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وكقلب نابض للعالم الإسلامي. هذا كما حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الاستمرار في ديدن المملكة المتوارث في تعزيز العمل الإنساني، إذ وجه خادم الحرمين الشريفين عام 2015 بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون صرحا دوليا مخصصا للأعمال الإنسانية، وليعمل على توحيد الجهود الإغاثية الخارجية للمملكة تحت مظلة واحدة وفقا للأهداف والمبادئ الإنسانية النبيلة. هذا كما يعد البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية أحد أبرز الأعمال الإنسانية في المملكة، حيث نجح بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات قيادة المملكة من إجراء 74 حالة فصل ناجحة من 20 دولة يمثلون 3 قارات. مساعدات سخية تقدمها المملكة على مدار سنوات طويلة، انطلاقا من دورها الريادي في العالم وامتدادا لرؤيتها ومبادئها، لتسجل بذلك أولوية في المساعدات والأعمال الإنسانية. كشفت اللجنة المنظمة لموسم الطائف مصيف العرب عن حجم الإقبال الكبير على فعالياتها النوعية، حيث وصل عدد زوار الفعاليات الأربع الرئيسية أكثر من 750 ألف زائر وزائرة خلال أول 10 أيام فقط. وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن أكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مواقع رئيسية، هي سوق عكاظ ومهرجان ولي العهد للهجن وقرية ورد وسادة البيد، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة مثل ماراثون الألوان والجولات السياحية ومهرجان التسوق. ويسعى موسم الطائف إلى إبراز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، وإبراز عمقها الحضاري والتاريخي وتنوعها الثقافي والفني، بالإضافة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميا بين 9 دول في سرعة تحسن سبل التواصل والتعاون داخل المؤسسات والشركات تكنولوجيا، وفقا لتقرير شركة أفايا الأمريكية والمتخصصة في تكنولوجيا شبكات الاتصال. وأشار الاستطلاع العالمي والذي أجري حول الدور الحيوي الذي تلعبه الوسائط التكنولوجية في تطوير قدرات التعاون والتفاعل بين الموظفين داخل شركاتهم ومؤسساتهم، أن 70% من الموظفين في المملكة قد لاحظوا تحسناً سريعاً في تفعيل سبل التواصل والتعاون في المؤسسات والشركات التي يعملون فيها، ويعزى ذلك التحسن إلى حرص المملكة على تحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات مواكبة لأهداف رؤية 2030. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للإطمئنان على صحته. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان الرئيس الأفغاني في ضحايا تفجير كابل الإرهابي. سمو ولي العهد يهنئ رئيس المجلس السيادي والقيادي بقوى الحرية والتغيير بالاتفاق التاريخي في السودان. مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.